بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني. نبدأ في فرع آخر من فروع اللغة العربية، ألا وهو فرع النحو. نلاحظ أن في هذا الفصل الدراسي ليست هناك قواعد نحوية، ولكنها قواعد تابعة للصرف. الفرق بين الاثنين أن النحو هناك إعراب، يرفع ينصب يجر، أما الصرف ومتعلق بالسمع، أي أننا نأخذ ألفاظ واشتقاقاتها أو هذه الألفاظ ونطقها حروفية، أي برية الكلمة وليس إعراب الكلمة. المنهج متدرج تحت عنوان المشتقات، والمشتقات طبعا اسم يؤخذ، أو المشتق نفسه اسم مأخوذ من لفظ فعل ليدل على معنى. يعني أنا بأخذ اللفظ الاسم ده من الفعل عشان يدل على معنى، من وقع منه الفعل، من وقع عليه الفعل، مكان حدوث الفعل، زمان حدوث الفعل، آلة حدوث الفعل إلى غير ذلك. والمشتقات المقررة علينا هي اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، اسم التفضيل، اسم الزمان والمكان، اسم الآلة. والآن نبدأ مع أول نوع من أنواع المشتقات، ألا وهو اسم الفاعل. اسم الفاعل نجد أنه عبارة عن اسم يؤخذ من الفعل المبني للمعلوم ليدل على من وقع منه الفعل أو قام به. مثال: محمد فاهم الدرس. فنجد لفظة فاهم تدل على أن محمد قد فهم الدرس، فإذا كلمة فاهم هي اسم فاعل. كيفية صياغة اسم الفاعل؟ اسم الفاعل يصاغ من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. إذا عندي نوع اللي هو الثلاثي، وباقي المشتقات عندما نقول ثلاثي وغير الثلاثي، فغير الثلاثي المقصود به رباعي، خماسي، سداسي. يصاغ من الثلاثي على وزن فاعل، مثل الله غافر الذنوب، فغافر فعلها غفر، ومن يغفر يسمى غافر. الطالب متفوق، محبوب الطالب، طلبة فهو طالب. أي إذا كان الفعل صحيحا الوسط، فإننا نضيف ألف بعد الحرف الأول ونكسر ما قبل أخيرا ينأتي على وزن فاعل، مثل عمل عامل، صاحب صاحب، جلس جالس، كتب كاتب إلى غير ذلك. أما إذا نظرنا هناك ملحوظة، نجد أن الأفعال معتلة الوسط، فإن هو المعتل الوسط هو الفعل الأجوف. نجد أن ألف الفعل تقلب إلى همزة مكسورة، لأننا نقول على وزن فاعل. فنقول مثلا كلمة باع، صام، قال، صام تصبح إلى صائم، باع بائع، قام قائم، صام صائم إلى غير ذلك. أما إذا كان الفعل معتل الآخر زي دعا وسعى وقضى، فإن حرف العلة يقلب إلى ياء، مثل داعي وساعي وقاضي. لكن هنا ملحوظة مهمة جدا في الأسماء أو أسماء الفعل المعتلة الآخر، لأنها موضع لسؤال الامتحان. هذه الأسماء إذا كانت نكرة، إذا كانت نكرة أي أنها غير معرب بأل أو الإضافة، إذا كان إعرابها في محل يعني مرفوعة أو مجرورة، فيجب حذف الياء، فنقول حضر قاض إلى المحكمة، سلمت على قاض في المحكمة. أما إذا ذكرت كلمة رأيت قاضيا، يجب إثبات الياء. أما إذا كانت معرفة بألف واللام، حضر القاضي، يجب إثبات الياء. أو حضر قاضي المحكمة، يبقى أيضا يجب إثبات الياء. يبقى إذا الياء يجب حذفها في النكرة المرفوعة أو المجرورة غير المعرب بأل أو الإضافة. طبعا لو وصلنا في هذه الأفعال، طبعا هناك أفعال مثلا مبدوءة بالهمزة زي أكل، نلاحظ أنها آكل، مثلا أخذ، آخذ، وهكذا. طيب لو جينا فعل مثل فعل أتى، فهو جمع علتين. أولا المهموز، يبقى إذن عندما ندخل عليه اللي هو ألف اسم الفعل تصبح إلى ألف مد، لأن الألف والهمزة والألف يكتبى ألف مد، فنقول أتى آتي. طب إذا كان في موضع مرفع أو جر فقول آت. يبقى إذن الفعل اسم الفعل آت مكون على وزن، أو هو صياغته على وزن فاعل. أين الألف؟ في الهمزة أو الألف الممدودة في الأول. يبقى إذن أكل آكل، أخذ آخذ، أمر آمر، أتى آت أو آتي. طيب نلاحظ أن هناك أفعال مضاعفة، ثلاثي مضاعف، زي مرة، دل، رد، عد. فلاحظ أنه مر، دل، راد، عاد، عاد. ولكن نلاحظ فرق بين الأسماء والأفعال، فكلمة عاد
كثير العدد وبيعد، لكن غير الفعل الماضي اللي هو عاده، زي مثلا دال، يعني ما اقصدش حرف الدال ولكن اقصد دال الدال على الخير كفاعله. طيب هذا بالنسبه للفعل الثلاثي. نلاحظ بعض الكلمات مكرره في الامتحانات، زي مثلا كلمه الجاد، يبقى جد جاد، تمام كده. مثلا هنا لما اقول ايه صار، للفعل سر صار، الى غير ذلك. الان ناتي الى صياغته من غير الثلاثي. من غير الثلاثي سواء كان الفعل رباعيا او خماسيا او سداسيا ياتي على وزن المضارع مع ابدال حرف المضارع ميم مضمومه وكسر ما قبل الاخر. جهز يجهز مجهز، انطلق ينطلق منطلق، استعان يستعين مستعين، اعتاد يعتاد معتاد. نلاحظ هناك في افعال وعندما تاتي في الاختيارات نلاحظ من شيء هام جدا، الا وهو عندما يقول اسم فعل ايه مخرج، اسم الفاعل مخرج، هل فعلها خرج ام اخرج؟ يجب علينا ان نلاحظ ان اي اسم مفعول اوله ميم مضمومه فهو غير ثلاثي. اما اسم الفاعل، اقصد اسم الفاعل، يبقى اذا اي اسم فاعل اوله ميم مضمومه يبقى اذا هو من غير الثلاثي. اما الثلاثي على وزن فاعل او فاعل. طبعا بعض التقييمات، صيغ اسم الفاعل من الافعال التي هي فاز فائز فات فائت شكر شاكر حفظ حافظ بايع مبايع لانها غير ثلاثي، حمد حامد احدث محدث كرم مكرم. طيب ناتي بعد ذلك الى نوع اخر من انواع المشتقات، الا وهي صيغ المبالغه. نلاحظ في صيغ المبالغه انها اسماء مشتقه من الافعال الثلاثيه المنصرفه او متصرفه غالبا، يعني ربما ياتي من غير الثلاثي لكن احيانا للدلاله على المبالغه في الصفه. لو جعلنا هناك مقارنه بين اسم الفاعل وصيغ المبالغه نجد اسم الفاعل تدل على القيام بالفعل، مثلا غفر غافر فهو غافر، لكن عندما اقول غفار فهو كثير المغفره. يبقى الفرق بين اسم الفاعل وصيغ المبالغه، اسم الفعل يدل على قيامه بالفعل، اما صيغ المبالغه التكرار او كثره حدوث الفعل. ولا خمسه اوزان اساسيه، مفعال فعال فعول فعيل فعل. مفعال مثل كلمه معوان مقدام معطاء مهذار، فعال مثل كلمة علام نمام تواب غفار كذاب إلى غير ذلك. فعول مثل أقول حسود شكور رؤوف عطوف. مثلا فعيل مثل سميع خبير نذير عليم جميل قبيح. فعل فطن وجشع ويقظ وفرح. وفي هذه الصيغة يجب أن نلاحظ الفرق ما بين الأفعال وبين الأسماء، لأن فطن فعل ماضي، أما صيغة فطن أي كثير الفطنة، جشع كثير الجشع، يقظ كثير اليقظة. يبقى إذا هذه الأسماء في صيغ المبالغة تدل على كثرة هذه الصفة في ذلك الموصوف وما يدل عليه. ملاحظات هامة، طبعا صيغ المبالغة تشبه اسم الفعل فكلاهما يدل على حدوث الفعل ولكن دون كثرة في اسم الفعل، يعني اسم الفعل ما فيش كثرة، صيغ المبالغة تدل على الكثرة. تعرب صيغ المبالغة حسب موقعها في الجملة، مثلها مثل اسم الفاعل مبتدأ خبر صفة حال أي غير ذلك. تدخل على صيغ المبالغة آلة التعريفية علامات التأنيث والمثنى والجمع، مثلها أيضا مثل اسم الفاعل. طبعا هنا والجمع، طبعا عن صيغ مثلا المؤمن كيس فطن، كيس على وزن فعيل أصلها كيس وأدغمت الياء في الياء فطن على وزن ايه فعل، يبقى هنا كيس فيها تضعيف فهي على وزن فاعل وفطن على وزن فعل. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، القوي طبعا الضعيف على وزن الفعيل. لا تطع كل حلاف مهين، حلاف على وزن فعال، هماز فعال، مشاء برضه فعال، ذنيم فعيل، مناع فعال، معتد اثيم، اثيم على وزن فعيل. ناتي إلى التقييم، عين صيغ المبالغة فيما يأتي. الله علام الغيب، الله غفور ذنب التائب، البار وصول أقاربه. نجد علام على وزن فعال، غفور على وزن فعول. طبعا هنا لكن لو قال لي التائب ده فاعل يبقى اسم فاعل. وهكذا. حول اسم الفاعل إلى صيغة مبالغة، إن الفاعل الفن جاعل للحياة معنى. أين اسم الفاعل؟ جاعل. طيب ماشي، إن الفن جاعل للحياة منا، أريد أن أحول كلمة جاعل إلى صيغة مبالغة.
طبعا احد الناس يقول ايه جعول جاعل مجعال، طبعا هي الفعل جعل كثير الجولي بينه أو ايه جاعل للحياة معنى. انت الجاذب قلوبنا بفنك، الجاذب فاعل يبقى الجذاب. طبعا الفقرة لمن لم يسمع ان الفن جعول للحياة ايه معنى. استخرج صيغ المبالغة واوزانها، لا يجد الكذوب صديقا ولا الغضوب انيسا. الكذوب وزنها فعول، ماشي، صديق فعيل، غضوب فعول، أنيس فعيل. خير الصناع، طبعا نلاحظ أن كلمة خير وكلمة شر وكلمة حب هي صيغة مبالغة بالرغم أننا يحذف فيها الحروف، فعندي خير. لا يحفظ المهزار كرامته، طبعا المهزار على وزن إيه؟ مفعال. ونلتقي إن شاء الله مع درس آخر من دروس النحو.